وخلال اجتماع معالي وزير الخارجية مع معالي السيد تيودور ميليشكانو وزير خارجية رومانيا، أشاد معالي وزير الخارجية بعلاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين وبحرصهما على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التواصل بين البلدين واستمرار التنسيق المشترك بينهما إزاء مختلف القضايا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد سعادة السيد تيودور ميليشكانو حرص رومانيا على تطوير العلاقات مع مملكة البحرين في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات، ومنوها بما تشهده مملكة البحرين من تقدم وازدهار.